جيت لدينا الاسواق السلام قلت ما يمكنش ما نصور لكمش الهميزات اللي جايبين بحال هذه. انا خديتها ديالها ب 73 درهم جايه زويونه، وهذه هي زويونه. المهم هاد نوريكم كل شيء. هادي مديره لها ب 49 درهم. هادو يلا خديتهم جابوهم بيم 3 ب 150 درهم. هادو ثلاثة كاين صغير، الاخرين الصالحه اللي خديتهم بيم كبارين تمشي للدار نصورهم لكم. هادو مدير لهم 89 درهم كما شفتوا زويونين حتى هما خفافين رقاقين جيتهم زويونين. جايبين هادو المعالق 179 درهم. هادو ما شفتهمش هما جايين زويونين 179. انا باغيهم صراحه باغيهم في الدوغي ماشي في هذا اللون هذا. تما مديرينهم 179 درهم. شتيو مثل ما هادو جايين زويونين تا هو، لكن ما باغيش انا هذا باغي الدوغي. اما احسن باغي الدوغي الالوان. لا جايبين غير هادو لارجونتي وجايبين في البرونز كلش دوغي. جايبين هادو البنات. شنو اخر هادو ب 49 درهم. وهادو ب 63. كاين هادو كاين الصغار ديالهم هادو ب 29 صغيورين. صافي هادشي اللي بان ليا اللي غنوريكم ياك هادشي اللي بان ليا فيه الضو ومنها ليمول ديال الكغاطان وداكشي. غنمشي نشوف داك الشبيكات اللي هي جايبين هاد الشبيكات تاهما زوينين كيديرو في بلاكارات ديال الثلاجة 80 درهم. كاين الصغار ديالهم 60 درهم. سوالينيش مازال ما وريتكمش. ها هاد الشبيكات بالنسبة اللي كيبغي هادو ديال الحديد، حيت الصراحة أنا شربت بزاف ديال الشباكي ولكن ما لقيتش بحال ديال الحديد. من الأحسن هادو كيكونوا زوينين بخصوص الا غلفناهم بالثوب كيبقاو مزيانين. 59 درهم. وهذه ديال الخبز 159 صراحه كنقلب على بحال هادو. انا غير بغيت شي حاجه اللي تكون كتسد مزيان تكون كتسد ما كيدخلش ليها الهواء. جابوا هادو جيت كنبنات نقلب على بحال هادو بغيتهم في الكحل بغيت نديرهم في البالكون كاين صراحة كبارين يا سلمى. بغيت شي حاجة بحال هادو يكونوا صغارين ويجيوني في البالكون. سلام البنات، أنا رجعت معكم بعد ما جيت من أسواق السلام. يلا جيت هكا خويت الطوموبيل خويت الكوفر من التقضية وأنا نتفكر ما وريتكمش الهميزة اللي خديت يعني باك ديال برومو ديال أومو ليكيد. كاين كتاخدو جوج ب 129 واحد درهم. هو نورمالمون كيكون انا نقلب لكم الكاميرا واحد كيكون 100 درهم. بعد مره كناخذو برومو 80 درهم. اليوم كاينين جوج ب 129 درهم. يعني جاتني فرصه زوينه وانا هذا كنحمق عليه. كيخلي الحوايج ريحتهم زوينه بصح كيخلي الريحه زوينه وما تحتاجوا ديروا مع حتى شي مرطب ولا شي حاجه اللي تعطل لكم الحوايج ديالكم. ديجا بارطاجيتو معكم قلت لكم بان هذا اومو هذا كاين هذا وكاين الزرق من الحوايج اللي عزازين عليا بزاف. يعني خديت اخر مره واحد خنشه ديال شنو سميتو بيل ولا شنو سميتو ديال بيم خديتو اقتصادي هو كيتقام 80 درهم يعني فيه واحد 6 كيلو. كدوز بصراحه مده ولكن بيني وبينكم ما عجبنيش صراحه كيبقى هذا كتتبنوا به شي حاجه هكا عاديه. اما اللي كيبغى يحافظ على الحويجات ديالو والفوطات وداكشي باش كيبقاو رطبين وتبقى فيهم ريحه زوينه فهنا كنصحهم بهاد الامور البنات خطير صراحه زوين. في اسواق السلام ب 129 درهم جوج وحاطين فوق منه واحد ب 100 درهم.
يعني قلت انا اللهم ناخذ جوج، واخا مازال عندي كما قلت لكم داك البودر مازال عندي، ولكن هذا صراحه كيعجبني. وبالنسبه للحوايج كحلين للحوايج الملونين يعني ما كيكشفوش، عكس ملي كديروا الاخر البودر اولا سميتو شان سميوه المسحوق ديال التصبيل، هذا كيكون شويه كيكشف الحوايج كيكشف لهم الالوان. صافي هذا اللي جاني هنا. البنات كاين بزاف ديال الحوايج اللي بحال هكا كتاخدي جوج ثالثه فابور اولا كتاخدي واحد لاخر فابور، يعني شي حوايج خديتهم زعما لا داعي ان نوريهم، بحال هكا لانشون، بحال معجون الاسنان، بحال بروتيج، بحال داك الشيء تخربق هكا. المهم انا هذا ديال اومو اللي قلت نبارطاجيه معكم، حيت كاينين الناس اللي كيكونوا مجربوا بحال هكا وكيعجبهم ياخذوه فمي كيكون برومو بحالي انا كصراحه فقط ما كنلقاه برومو، واخا كيكون عندي في الدار كنمشي ضروري ناخذه، مي كنمشي نتقدى كنلقى كنهزو كناخذه. كما دابا راه مازال عندي كما قلت لكم هذاك المسحوق اللي خديت من بيم لقيتو، راه خديت دابا جوج كيبقى عندك، يعني ما كيخسر ما حتى شي حاجه كيبقى عندك وريحته فنه. البنات اللي جربوه راه شكروني عليه، حيت كنت بينت لكم في واحد الفيديو مي كنت في بني ملال بارطاجيتو معكم، هو واحد جافيت ديال الحوايج والناس بصح شكروهم عجبهم. خديت واحد البرودوي هاد النوبه مشيت جبت لكم البنات هاد الجافيل هذا كما كتشوفوا، هذا ديال لافابو، ديال ماشي ديال لافابو زعما ديال البلايص اللي كيكون فيهم الصدا كيلصق الكالكير، هذا قال لك مزيان. المهم انا خديته غادي نجربه، كنت غادي نهز حتى جافيل ولكن تفكرت بلي عندي حداجه واخداهم من بيم ومازال ما استعملتهمش هما، وداك البرودوي ديال الفران هذاك ديال الفران وديال البوطات واعر البنات، انا نوريه لكم دابا تسناو نمشي نجيبو ونبارطاجيه معكم قبل ما ننسى. المهم انا هذا غادي نجربو البنات وغادي نرد عليكم في بار واش زوين بصح كيحيد الصدا، واش بصح كيحيد داك الكالكير او لا، حيت انا عندي واحد البيدي هنا لتحت بقى فيه الصدا مع ما كناش كنستعملوها راكم عارفين، الماء بدا كيقطر يمكن وصدى داك الروبينيات صدى وبدا كيهبط الصدى صافي دبغديا. غادي نجربو له ونرد عليكم كما العاده واش عجبني اولا لا. المهم انا نجيب لكم داك البرودوي، ها هو هذا البنات، هذا مستر بي، هذا ديال بيم شي 15 درهم وقت 13 15 درهم، هذا زوين البنات. بالنسبه للفران ديال الضو الروبينيات كيلمعهم، يعني حتى هذا راه زوين البنات، كاين اللي جربوه وشكروه بزاف، انا كنستعملوه هو اللي مازال ما بارطاجيتش معكم. وفقط ما كتكون هكا شي حاجه كتجيبها هكا الظروف كنبارطاجيها معكم، يعني التجارب ديالي هادشي اللي كاين البنات. قد ضروري ما نبارطاجي معكم اليوم داكشي ديال اسواق السنه باش تشوفوا الهميزات داكشي اللي كاين. غادي نمشي نبدل حويجاتي، نمشي نشوف القضيه ديالي كل حاجه نضها البلاصه، غيبقى بيني وبينكم داك البرودوي اللي قلت لكم ديال الصداع المهم باش غادي نجربوا باش ما كان نردو عليكم. والبنات اللي عجبهم الهميزات في اسواق السنه في سيروا بالي، وراكم عارفين بان ممكن يكون شي حاجه هكا اللي زوينه راه كطير، بحال دابا هذا اوموان جاني هميزه يعني 129 درهم راه رخيص بزاف، من بعد مره كتلقاو 100 وزياده. هذا اوم يعني انا غالبا كما قلت لكم كناخذو برومو. يلا دابا نخليكم نمشي نقضي شغالاتي، نمشي نبدل حويجاتي، نرتاح شويه. واحد كان الجو الصبحه في الصباح ماشي شي حراره، ولكن في الاخر صافي باش كنا جايين صافي شويه سخن الحال. يلا البنات نخليكم.